طعمه يفوز يا ولد. وشو ذا؟ انت بدوي؟ ايه بالله بدوي. امشي قلع امشي قلع يا اخوك على امرك. وش فيه؟ وطبعا بعد هالموقف اتدخلت هالمرأة. انت ما تخاف الله؟ ايش اللي بدوي ايش اللي حضري؟ وكل اللي عيد الله؟ هيدي له بالطين. لا الوم عليك امة لا اله الا الله. لا الوم عليك امة لا اله الا الله. شوف بينا بالدر حرارة إن شاء الله حرارة إن شاء الله. وهلا صار لازم يتدخل قبل ما يكبر الموضوع ويصير مصيبة كبيرة. مرحبا مدام، لك معك سحلول من برنامج المركز وهي كان مقلق لنشوف ردة فعلك. لك قولي لنا شو اللي خلاك تسوي شيء عسلي بهي الطريقة؟ الحقيقة انكسرني والله بصراحة لك نفسي من زمان ما اتزوج واحد بدوي. وهنا كانت الصدمة. ما اتزوج واحد بدوي.